أنبى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضور حفل الجاليات الأجنبية هذه هي البحرين الذي نظمته جمعية الجاليات الأجنبية في صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة والساحة المحاذية للصالة بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 17 لتسلم عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم. وقد نقل سموه تحيات وتقدير جلالته حفظه الله إلى الجاليات الأجنبية المشاركة في هذا الاحتفال واعتزاز جلالته أيده الله بالدور الكبير لهم بالمشاركة كذلك هي نهضة البحرين وتطورها ونمائها في شتى المجالات مضيفا سموه أن هذا الاحتفال ترجم الحب الصادق والكبير عند الجاليات الأجنبية لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا واعتبرها أن البحرين بلدهم الثاني والذي يعكس البعد التاريخي الذي تتمتع به المملكة بالمنطقة على اعتبارها بلد السلام والمحبة والوئام وبلد التسامح والتعددية الأديان. ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أسمايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة مؤكدا سموه أن البحرين وفي العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله تشهد نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات بفضل رؤية ثاقبة لجلالته أيده الله والتي تنفذها الحكومة الرشيدة بسواعد أبنائها ومشاركة الجاليات الأجنبية وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية الجاليات الأجنبية في دعم مكانة البحرين على المستوى الدولي عبر تسخيرها للجهود والإمكانيات في نشر الصورة الحقيقية عن البحرين وما تشهده المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة وسعيها الدؤوب للعمل والإسهام في خدمة ورفعة هذا الوطن الغالي وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن البحرين ومنذ تاريخها الطويل قد احتضنت مختلف الجاليات على أرضها وهيئت لهم الظروف الملائمة للعمل والانخراط في المجتمع البحريني الواحد والذي يعكس ما تتمتع به من حس إنساني فريد ومسؤولية تجاه رعايتها للجاليات والذي جعل من مجتمعها كيانا منفتحا ومتعدد للثقافات والتنوع الإنساني والحضاري في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي على خارطة العالم وكذلك ما تميز به أهل البحرين من سمة التعايش والتعارف هذا وشهد سمو فعاليات هذا الحفل بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والأمين العام لاتحاد الجاليات من المملكة بيتسي ماثيوسون وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الأستاذ دكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين ومجموعة من سفراء دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وسفراء الدول العربية والأجنبية الصديقة وعدد من المسؤولين بالدولة وقام سموه بجولة في موقع الحفل حيث أشاد سموه بالتنظيم الرائع وبالمشاركة الجاليات الأجنبية بالاحتفالات المملكة بأعيادها الوطنية حيث التقى سموه بالجاليات وجميع المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع سموه حضر سموه الاحتفال الذي أقيم في الساحة الخارجية حيث احتوى على عروض فنية للجاليات.